سواكن حلقات عشناها وعشنا مراحله وأيام قوته ومجده، وبعد ذاك حضرنا الحلقات لحد ما بدت الانهيار ومحاولات الفاشلة في المحافظة عليها وإعادة ترميمها. لكن الليلة حنكشف لكم أسرار مهمة كانت مطوية في عهد النظام السابق، وحنتكلم عن أسباب الناس اللي تسلطوا فيها وسيطروا عليها وكانت عندهم محاولات جادة لطمس هويتها من قبل حكومتنا، حكومة الإنقاذ، في 30 عام بتضيع فيها لمصالح حزبية ومصالح شخصية. حلقتنا السادسة والأخيرة في سلسلة حلقات آثار عبر الزمان. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم. قبل ما ندخل في أسوأ فترات سواكن وأسوأ فترات الانهيار والسرقة اللي حصلت فيها، خلونا نعرف الأسباب شنو الحالة دون إتمام أي عمل للصيانة في جزيرة سواكن. حكينا عن عشرات المحاولات والبحوث والتوصيات، والعديد منها كانت محاولات جادة لإنقاذ سواكن، لكن بكل أسف كل المقترحات المقدمة كانت مجرد محاولات عابثة وبقيت حبرا على ورق لمنطقة غنية لم يتم الاستفادة منها. وذكر البروفيسور عبد الرحيم سالم عن مجموعة من الأسباب جاء في مقدمتها: واحد، القصور والإمكانيات المادية. فأي مبنى لازم يكون فيه ترميم لابد من أنه تكون فيه ميزانية تسمح بهذا العمل وتنفيذه. 2، في مشاكل قانونية في عدد من المباني يستثنى منها المباني الحكومية، لكن أغلب المباني في سواكن هي عبارة عن ملكية خاصة للعوائل والأفراد، وبيزيد الأمر صعوبة في أنه زيادة أعداد الوارثين وتراكمهم عبر السنين وانتشارهم في بقاع الأرض. 3، وده أهم سبب، كان إهمال كبير وتغافل من جانب الأهالي والملاك وعدم إشراكهم في أي فكرة لإعادة البناء والتعمير والتعامل معها بس على إنها ملك للدولة. ولو منحوا الأهالي فرصة للمساهمة لشاركوا بأموالهم وأبدانهم وأرواحهم. 4، في معاكسات كثيرة إدارية من موظفين الحكومات السابقة، بل بعضهم يصل الأمر إليه إلى التسلط عليها بصورة غير مبررة مع عدم الاهتمام والتقدير لذلك الإرث العظيم. في حاجة اسمها مصلحة الآثار. مصلحة الآثار دي كانت حجر عسرة بالنسبة للسواكن، وده تحتم سواكن ذاته. الحكومة ذاتها حتى ما تبدأ سواكن، ليه؟ لأنه شالوا من الملكية من الأسياد الحق، أصلا ما مالكين، لكن الملكية عندهم، لكن ما عندهم حق الصيانة، ما عندهم حق الاستعمال، ولا لأنه قالوا دي آثار ما تحبش، خلاص طلع قرار زي دي. مصلحة الآثار منعت الأهالي، هي أساسا ملك حر بالنسبة لهم، ملك حر، لكن منعتهم، قالت لهم ما تعملوا صيانة، ما عندهم وثائق ومستندات بأساميهم، السجل ذاته عندها، أنت ذاته صاحب ملك ما تقدر تعمل فيها حاجة، عايز تبني أقول لك ما تبني، ما تشيل حجر. لما الحجار كلها نزلت في الوطن. والهدف شنو يعني؟ كان ليه يعني؟ ما تعرف ذاته أي حاجة. تضيع للهوية، تضيع للتاريخ. ما أعرف، لغاية الناس ذاته الحجان، لغاية ما أعرف مصيرهم. ما قبل ذلك كان في يعني إهمال كامل من الحكومات الوطنية، باعتبار إنه سواكن منطقة منسية وأصبحت أطلال. فكان لاوية بها اهتمام كبير جدا. كذلك لم يكن هنالك مكتب للحفاظ على هذه الآثار، حتى الهيئة القومية للآثار والمتاحف لم تفتتح مكتب إلا في فترة الثمانينات في مدينة سواكن لتشرف على هذه الآثار. فحصل تعدي من السكان على هذه الآثار بأخذ الأخشاب، بتفكيك النوافذ، بأخذ بعض الأحجار واستخدامها استخدامات في مناطق أخرى. فلم يكن هناك حراسة
على هذه المباني. وكل ما سبق ده كان حدث، والآن حنتكلم عن حدث وشأن آخر يختلف تماما، تغيرت فيه القوى وتغيرت فيه معالم وآثار سواكن. حكينا في الحلقات الفاتت لحد ما تم افتتاح ميناء سواكن سنة 1991، وبعدها بدأت الحياة تعود في سواكن، وهو كان بداية تاريخ جديد وهو تاريخ إنشاء ميناء عثمان دقنب. الفتحوه في بداية العهد السابق في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير، لكن يا ربي ماذا حدث بعد هذا؟ هل كان الميناء سبب للزيادة والتنمية، ولا كان سبب في الإهمال والخراب؟ والله طبعا نحن يعني نأمل أن تكون سواكن أن ترجع لسيرتها الأولى، لكن زي ما قلنا نحن قبيلك المباني دي يعني لما 90 كان يعني روحها بتاعت الحياة كان يعني لا زالت موجودة فيها، لكن بعد التسعينات طبعا زيادة يعني المدينة دي من ناحية الطقس، من ناحية البرودة والملوحة، ومن ناحية الأهوية، ومن ناحية العوامل البيئية كلها تهدت يعني بعد فترة التسعينات تهدت زيادة يعني. وده التاريخ نحن حنحكي فيه عن تجربة مريرة كانت فيه المحاولة للحفاظ على مباني سواكن، لكن بكل أسف لم تلر نور، وجمعت تلك المحاولات في خطابات وطي الكتمان والتهميش وردود لم تجد لها أجوبة إلى اليوم. البروفيسور عبد الرحيم سالم محمود سجل محاولات مستميتة في إعادة سواكن وإحيائها من جديد، فقال في كتابه: زرت سواكن في رحلة طلابية في الثانوية بخت الرضا سنة 1953، قال: أعجبت بمبانيها المتحضرة التي لم نرى لها مثيل، فرسمتها في كراستي وكانت سببا لدراسة هندسة المعمار والتصميم خارج السودان. قال: سمحت لي الفرصة مرة أخرى بزيارة سواكن سنة 91 فأصور مبانيها التي أصبحت خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. تكررت زيارة البروفيسور عبد الرحيم إلى سواكن عدة مرات، لكن للأسف كل مرة يزور فيها سواكن يجد الدمار أكبر وأكبر. بعض المباني انتهت في فترة عام، اختلفت كثير من المعالم التي كانت شامخة قرونا وصامدة أزمنة عديدة، والذي جعل إعادة وترميم سواكن أمرا صعبا عسيرا. قال: بعد رحلة بحث وتقصي طويلة جمعت فيها المخطوطات والوثائق والرسوم الدقيقة وحتى تصوير بعض العقود والخرائط الموثقة من أهالي سواكن، وأصبح لي ملف مكتمل يمكن أن يقدم لليونسكو لإعادة مباني سواكن ورعايتها. لكن اليونسكو لا يتعامل مع الأفراد، بل ولا بد أن يكون التوجيه والطلب من حكومة السودان. فتوجهت إلى حكومة السودان وبين يدي مشروع مدروس مكتمل وخطة كاملة لإنقاذ سواكن. بدأت رحلة التعامل مع حكومة السودان الإنقاذ انطلاقا من مصلحة الآثار، إلى أن وصلت إلى وزارة السياحة عارضا له هذا المشروع الوطني وببعده الإرث الثقافي. قال له: أنا رجل عسكري لا أعرف الكثير من السياحة، وأنا مكلف بهذا المنصب ولا اعتراض لي على هذا المشروع. قال: فكانت الخطوة التالية إلى مكتب الوالي لمقابلة العقيد العوض محمد الحسن، فأخبره البروف بالمشروع وبأنه في سباق مع الزمن ويخشى أن تطال سواكن أيادي العابثين عمدا كانت أو جهلا. قال: فكان الرد من الوالي له: الحمد لله، قال له، إنك وصلت في الوقت المناسب، ولا كنا حنعمل عمل عشوائي. قال البروف: ففرحت لهذا الجواب، وبدأت الخطوات الجادة في مشروع إحياء سواكن من جديد. مارس 1992 صدر الأمر برقم 148 من نفس السنة بتكوين لجنة لتعمير سواكن، معتمدا على توصية والي الولاية الشرقية وب51 مسؤول من أهالي الولاية وبرئاسة محافظ البحر الأحمر، وفورا بدأوا في التخطيط والتواصل مع الأهالي لجمع أصحاب الخبرات، وتمت المراسلات مع الأمين العام للأمم المتحدة في الأردن. وهيئة اليونسكو
في باريس. قسم العمل فيها إلى مراحل حسب الأولويات والأهمية وجاءت كالآتي: أولاً الحراسة المشددة للموقع من أيادي العابثين والمنقبين، ومنهم في ناس بيقوموا بتفكيك أجزاء من المباني بس عشان ينتفع بها انتفاع الشخصي. ثانياً لجنة قومية من الأعيان ووجهاء البلد وأصحاب النفوذ والخبراء والمتخصصين. ثالثاً نشر ثقافة سواكن والتعريف بها ومدى أهميتها في أرجاء السودان. رابعاً تكوين فريق عمل معماري وآخر متخصص في علم الآثار. خامساً تنفيذ مراحل البناء وإعادة الترميم بحسب الخطة الموضوعة وأولويات المباني. وهنا بيرد سؤال لكل مهتم وسامع: هل سواكن ضمن قائمة التراث العالمي؟ قائمة التراث العالمي هي ذاتها يعني شنو؟ يعني شنو أساساً قائمة التراث العالمي أو حتى هيئة اليونسكو؟ ولو عرفت إنه الأمم المتحدة قد أصدرت قراراً سنة 1972 وهو مخصص للاهتمام ورعاية الأماكن الأثرية والطبيعية وتعنى بدراستها والمحافظة عليها بل وحتى تمويلها. وكان السودان هو ثالث دولة قدمت للموافقة على البروتوكول لحماية المواقع الأثرية بتاريخ 6 يونيو 1974، لكن لم يتم تقديم أي موقع أثري في السودان لتشملهم تلك الدراسة والتمويل والحماية. يعني أنا أدخل في بروتوكول وأوافق على البنود وما أقدم أي موقع عندي وكأن الأمر لا يعنيني. تخيل معاي من عام 1974 لحد 2003 لم يقدم أي موقع للسودان، وفي 2003 قدم جبل البركان، وبعدها في 2011 قدمت أهرام البجراوية، وإلى اليوم سواكن لم تضم، بل في كثير من المواقع الأثرية زي الدفوفة والمحميات الطبيعية زي محمية الدندر وكثير من المواقع والمعالم الأثرية الممتدة عبر آلاف السنين في السودان لم يتم ضمها إلى ضمن التراث العالمي للمحافظة عليه ودعمه وترميمه وصيانته. تخيل معايا الإهمال الكبير من الحكومات الوطنية السودانية وحتى السودانيين الباحثين والمهتمين للأسف الشديد. ونرجع لقصة البروفيسور عبد الرحيم سالم. قال: رجعت إلى السودان مرة أخرى من الأردن التي كنت أعمل بها رئيسا لقسم المعمار في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، فاجتمعت بتاريخ 17/7/1992 بوالي المنطقة وعدد من الوزراء، فقال الوالي: عليك بصيانة سريعة للبوابة وعدة مباني حتى يفتتحها رئيس الدولة. فقلت له: كيف أنا أعمل بسرعة؟ وده عمل تاريخي، لابد من دراسة دقيقة ومسح دقيق للعمل والمشروع والمطابقة عليه، وهذا الأمر لا يتم بسرعة. قال هنا كان رد الوالي محبط شديد، قال له: يا أخ أنا بنيت لي مستشفى وثلاثة مدارس في 3 شهور، أنت ما قادر تعمل لي صيانة لكم بيت وبوابة؟ قال البروفيسور: أحبطني الكلام ده شديد، لكن بعد الانتماع انتهى كنا مقتنعين تماما إنه العمل سوف يبدأ ببداية صياغة العقد والإمضاء المتوقع أن يكون خلال اليومين القادمين. قال: وصلت للخرطوم لاستلام العقد لنبدأ العمل حتى استقبلني مدير المكتب وعليه سحابة من حزن، فقال لي: هذا الخطاب قد جاءك من الولاية الشرقية، وجاء نصه كالآتي: إشارتكم بتاريخ 1992 شهر 7 يوم 23 الخاص بالعقد الخاص بإعادة تعمير سواكن، أرجو إفادة الدكتور عبد الرحيم سالم بأن السيد الوالي لم يوافق على الشروط الواردة في هذا العقد، وسيقوم بإعادة صياغة العقد وبشروط جديدة ويعرض على حكومة الولاية في موعد أقصاه 4/29/7، وسترسل لك نسخة للتوقيع عليها إذا وافقتم عليها، ومن ثم سيقوم السيد الوالي بالتوقيع عليها. بابكر محمد بابكر، الأمين العام لحكومة الولاية بالإنابة. قال: ثم كان الرد بعد 6 أيام من الأمين العام للولاية بالإنابة
إلى مدير مكتب المتابعة لعناية الدكتور عبد الرحيم سالم، إلحاقا لإشارتكم بتاريخ 29/7/1992. عرض الموضوع في الاجتماع الموسع على حكومة الولاية والمحافظين، وقرر الاجتماع الآتي: رفض الشروط الواردة من السيد المقترح لإعادة تعمير مدينة سواكن، وعليه فإن كل الأطراف في حل من هذا الاتفاق، ويرجى تكرمكم بتسليم الخطابات الخاصة بهذا الموضوع للسيد مدير مكتب المتابعة. وقال هنا كانت بداية العقبات الرسمية والتي كانت حجر عثرة من حكومة الإنقاذ لإنقاذ سواكن، لكن لم يثنه ذلك القرار. قال: توجهت بعد مشورة من بعض المتخصصين بضرورة إشراك برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP بالخرطوم للمساعدة في تمويل هذا المشروع. قال: فقابلت المدير بو أسبولند الذي كان والده المعماري الذي حضر إلى السودان واهتم بسواكن من طرف اليونسكو سنة 1958. قال: فكانت له خلفية واسعة عن بحث والدي في سواكن، فرحب المدير بالمشروع وبالفكرة ووعد بالتمويل من المكتب، إلا أن الأمر كان يحتاج لموافقة وزارة التخطيط، وهي التي وقفت حجر عثرة دون إتمام هذا التمويل. ولم اشتراك في مؤتمر اليونسكو سنة 1993 في شهر يوليو بباريس، واجتمع بعدد من المسؤولين هناك، فوجدهم غير ملمين بحالة سواكن الحقيقية، بل ويعتبرونها انتهت تماما. لكن بعد أن عرض عليهم الحقائق وما عنده من أفكار لإحياء تراث سواكن، قال: فوافقوا على إرسال بعثة إليها لدراسة حالتها ومسح المنطقة وتقديم وثيقة للمؤسسة للسير بالمشروع، وسوف يعملون بجد على وضع سواكن ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو. قال: بعد ما رجع البروفيسور إلى الأردن، وصلت رسالة محزنة بأن أحد المسؤولين الذين كان من المفترض يهتم الأمر السواكن قدم من السودان إلى اليونسكو في محاولة أن يثني المسؤولين من التعاون معه على أنه ليس خبيرا في الآثار وليست له علاقة بمصلحة الآثار في السودان. أكتوبر 1993 ترسل اليونسكو بعثة برئاسة باريلين، ويتم اختار البروفيسور سالم بها ليلتقيا في الخرطوم، ثم يذهبوا سويا إلى سواكن ويعملوا في بحث دقيق ومسح كامل لكل المعالم والآثار ولتحديد أهميتها. وكان هذا بحشد جماهيري من أهالي سواكن، قدموا فيه تقرير مفصل كامل عن كل المراحل المدروسة وعلى ما يمكن عمله حتى تكون سواكن ضمن قائمة اليونسكو والتراث العالمي. ومرة أخرى تتلكأ حكومة السودان في إمداد المشروع بما يفيد ويدعمه من الخرائط والموافقات، لينتهي عمل البعثة في مكاتبات ومراسلات لم يتم الرد عليها حتى اليوم. فكان مبادرة من حكومة الولاية باعتبار أنه سواكن لابد أن يحصل لها نوع من الإعمار أو الإحياء، وفي اتصلوا باليونسكو ليضعوها على لائحة اليونسكو، لكن للأسف يعني حصلت كثير من الشد والجذب. ففي بعض الأماكن مثل منطقة البجراوية، منطقة البركل، تقدمت عليها،
باعتبار أنه كان في بعض الترتيبات لابد أن تتم وما تمت بالنسبة لسواكن. وبعدها بعام بالتحديد سنة 1994 مايو يوم 16 يصدر قرار من رئاسة الجمهورية رقم 243 لنفس السنة بتكوين هيئة قومية لإحياء سواكن وتعيين عبد الرحيم سالم مديرا للمشروع. لكن المسؤولين الذين كان منوطا بهم تفعيل هذا القرار والقيام على شأنه هم أول من وقفوا حجر عثرة على تنفيذه، واستغلوا كل ما لديهم من سلطة حتى لا يتم تنفيذ هذا المشروع ولا حتى يرى النور، ويجعلوه حبرا على ورق، ويجعلوه حبرا على ورق، ويجعلوه حبرا على ورق. كانت في محاولات قوية وعملوا احتفالات، لكن بدون كده ما كان في تنفيذ. ليه؟ لأنه الناس بيقولوا حاجة لكن أنت ما تخط لها اعتمادات مالية، ولا تخط لها تخطيط، ولا تعمل لها برنامج. لما تقول كلام زي ده حاجة فرقة عساكر. سواكن تعرضت لهذا الشيء، فأصبحت مدينة مهملة يعني خربت تخريب متعمد. أنا أفتكر والشراكات التي تحدثت عنها، لأنه ترميم المساكن أو المنازل أو البيوت أو القصور اللي فيها، طبعا هذا لم يتم. هم حصروا الملكيات اللي هي موجودة في داخل الجزيرة، لكن لم تكن هنالك مبادرة واضحة لعمل بناء أو عمل يعني يقود لنتيجة حتمية اللي هي ترميم آثار مدينة سواكن. كانت بعدها الزيارات متعددة للبروفيسور انتهت جميعها بوضع العراقيل وقطع الطريق وسد الأبواب. لم تكن للبروفيسور المهندس المعماري أي فرصة جادة مانحة له في سبيل إحياء مشروعه الخاص من جانب السودانيين وحكومة الإنقاذ بالتحديد. قال: وكل الاهتمام الذي وجدته كان من بريطانيا وإيطاليا، وبعدة دعوات وزيارات، وهم كانوا أكثر حرصا عليها وعلى أي نقطة مر منا تاريخهم فيها. أما السودان فكان بعيدا كل البعد، لذلك أخرج كتابا شاهدا له على هذا المجهود أسماه: أسرار سواكن، تراث يفهمه الغريب ويجهله القريب. وين وقف المشروع الآن؟ انتهى؟ واقف هو واقف عند الكتاب ده بس الكتاب ده محزين. قد حالة سواكن من إهمال لإهمال، بل إنه أبسط المقومات السكنية غير متوفرة، يعني ما عندهم موية وما عندهم كهرباء، بالرغم من إنه الميناء يعمل بكفاءة عالية، لكن ما زال أهل سواكن يناشدون الحكومات الحالية والقادمة في تحسين أوضاعهم المعيشية وأبسط ما يؤمن كرامة الحياة. يعني نحن كأهل سواكن والله نعمل الكثير، أول ما نعمل فيه مثلا الموية والكهرباء، ودي من أولويات يعني المدينة. يعني مشكلة المياه طبعا أساسا زي ما نقول والله أعلم المشكلة حكومية يعني، لكن يعني إذا ساعدتنا الحكومات فيها فنحن نفترض أن السودان ده كله بيشرب من النيل. والكهرباء أساسا ما عندنا كهرباء إلا البابورات الصغيرة، ونأمل والآن يعني في أمل أنه الكهرباء القومية تجينا إن شاء الله. والله يعني نأمل كل المدينة، لكن هم حصة طبعا بيقولوا المناطق الملكة الحردة طبعا دار إعادة تخطيط زي ما يقول، لأنه حيفتحوا شوارع وكده، وبعد ذلك بيجيبوا الأعمدة وكده، ولذلك دي مشكلة يعني بالنسبة للملك الحر يعني. لكن بنتفاجأ من قبل سنتين من حكومة السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير بأن يتم توقيع عقد وصيانة وترميم مع الحكومة التركية لجزيرة سواكن، ونعلم علم يقين أن حكومة الإنقاذ السابقة قد سرى فيها الفساد الإداري، وكان المقابل والفوائد التي تقدم للأتراك ذاهبة لجهات خاصة استغلالا لمناصبهم. قبل فترة أيام البشير ده قال والله هيعمل إعادة تخطيط، رحبنا بها، وكان الوالد ذاك مطير إيله قال أعمل إعادة تخطيط، وأي حاجة ناس فرحوا وأي حاجة، وقالوا خلاص طلع قرار، قال خلاص نعمل إعادة تخطيط. قال يخصم 50% من الملك الحر. طيب أنت لما تخصم منه 50% باقي ليش شنو؟ فالناس رفضت، احتجت رفضوا. أخذنا فترة وجمد القرار، بعدين فترة جاءتنا حكومة تانية ولا جانا واحد قاضي تاني قال لنا إحنا عايزين نغيره ونعمل، كل مرة يجيبوا بسياسات جديدة، لكن الحال في حاله. ويزيد الحسرة حين تعلم أن كل
ما تم ترميمه لحد الليلة كان بأيادي تركية خالصة ودون ما يعاونوا فيه أو يشاوروا العلماء السودانيين والباحثين وحتى المهندسين ولا حتى العمال من أهل سواكن. ما كان عندهم أي دور وما كان في دور للأيادي الوطنية في إعادة ترميم تراثة وتاريخة، وجعلوهم في تهميش بل تغييب كامل للسودان وللوسط الفني والهندسي. ترى ما هو هذا السبب؟ يا ربي السبب شنو؟ ليه الأتراك هم أحرص منا في تاريخنا؟ وهل سواكن بالنسبة لهم هي بدايتهم وهل هم البنوها؟ أنا بعتبرها جريمة سرقة كاملة في اختزال تاريخ سواكن، تاريخ السودان فقط في تركيا. لأن الأتراك لما دخلوا سواكن سنة 1517 كان فقط للتأمين البحري وما كان عندهم أي دور في التنمية ولا في الإعمار، بل كانت تابعة للبجة المسلمة من أمراء الحجاز وبالتعاون مع العبد الله وسلطنة سنان. يعني ما كان عندهم أي دور في جمع الضرائب ولا حتى توزيع الأهالي أو القضاء أو التعليم. كانت تبعية سواكن فعليا للأتراك من إدارة إسطنبول فقط بعد اجتياح محمد علي باشا وإسقاط الدولة السنارية سنة 1821 لحد سنة 1865. بعدها تتبعت سواكن رسميا لخديوي مصر. كان لخديوي مصر سلطة خاصة به ويدفع فيها جزية للعثمانيين، وبكده يكون الحكم الإداري الحقيقي لسواكن من تركيا بس 45 سنة، وما عدا ذلك كان بإدارة البيجا مع الحجاز حوالي 300 سنة أو بخديوي وسلطة مصر حوالي 77 سنة بالتعاون مع بريطانيا. ليه تاريخ 3000 سنة من تاريخ سواكن وتاريخ السودان يبرز للعالم على أنه دولة عثمانية تركية أنشأت ذلك الموقع؟ لدرجة أنه ترميم المباني تخط فيها أعلامها وتكأنما سواكن إرث للدولة العثمانية أو الأتراك. أعلام تانية كانت في مساجد بنيت حتى قيام الدولة العثمانية وحتى عثمان بن أرطغرل بسنين طويلة قبل ما يكون ميلادهم فيها، لحد ما يجي الجيل الجاي من أولادنا يقولوا سواكن بجد أسس الأتراك ونكون نحن بجد ضيعنا ثقافتنا وضيعنا حضارتنا. أولادنا ما حيجي يعرفوا إنه سواكن عمرها طويل وممتد ب3000 سنة وقبل حتى ما يكون في أي حضارة في العالم. ليه نسمح بسرقة ذلك التاريخ والثقافة السودانية البجاوية التي كانت قبل الإسلام وبعدها؟ ولحد الآن الإدارة التركية رممت بس المسجدين والميناء القديم ومبنى المحافظ ولم يشركوا أي واحد من السودانيين في ذلك الترميم حتى لا تفشى أسرار التعمير وإعادة البناء، بل سرقوا المخططات والقياسات من المهندس البروفيسور المعماري السوداني عبد الرحيم سالم الذي رسمها رسما دقيقا، وكان التسليم والتآمر والتخابر من حكومة السودان السابقة دون علمه ودون اختاره، حتى انه تفاجأ بيها وغضب وزعل لما لقى رسوماته معلقة في سواكن بيدارس منها وبياخذوا المخططات والقياسات. ضاع تاريخنا بجهل وحين سرق ما علمنا، ويوم انتبهنا كان قد فاتت الفرصة من أيدينا. ليه لحد الآن سواكن مدينة لم تصنف في اليونسكو على أنها مدينة تاريخية تخضع لقانون الأمم المتحدة في حمايتها وترميمها؟ ما حنسمح وما حنخلي سواكن تضيع منا، وسنعيدها سيرتها الأولى بوابة السودان وشرق إفريقيا، وإن شاء الله سوف نبنيها سوية إعادة تراث سواكن برعاية سودانية خالصة كاملة من أبنائها الكرام ومن أهل سواكن. إن شاء الله تعالى حتكون بيدكم وقريبا. تفتكر أنه سواكن موعودة إذا كانت هي غرر أنها تكون واجهة سياحية موعودة بأنه يحصل فيها تحول كبير جدا جدا، وتواصل السير كمان لا من تلاقي سرايا قدام البحر يلبع كأنه مراية، فيها الكابل يسجل بحروف ضواية للأطفال دروس قرآن كتاب قراية الابن العزيز سعد الكابلي. سمعت ما تفضلت به عن الابن العزيز طلحة نور الجليل واهتمامه بتاريخ سرايتنا في سواكن وما نملك في سواكن، وتذكرت على الفور الأخ الحبيب دكتور عبد الرحيم سالم، بروفيسور عبد الرحيم سالم، أول المهتمين بهذا التاريخ، وكل شكر للابن نور الجليل
على هذا الاهتمام. عندي ذكريات كثيرة جدا مع عن السرايا دي. اشتراها جد والدي عبد العزيز، وهو عبد الكريم بن يوسف بن عبد الرحمن الكابلي. اشتراها من رجل إغريقي أعتقد اسمه مارينو، وهدي المكاتبة اللي تم بها البيع من قبل، وكاتب حتى الشخص القاضي الشرعي الكناني لدي أنا قاضي شرعي محكمة السواكن الشرعية، حضر الحاج عبد الكريم ابن يوسف ابن عبد الرحمن الكابلي وورثة الخواجة الإغريقي مارينو، ومؤرخة 1887 لتاريخها. وقبل ما أختم لازم أوجه صوت شكر جميل جدا بكل احترام وأدب للناس اللي وقفت معاي في إنجاح هذا المشروع، في أننا كيف نقدر نحافظ على تاريخنا ونقدم فيه أبسط صورة بأقل المجهودات الفردية. شكر خاص لأهالي سواكن، شكر خاص للعمدة وللدكتور بدوي الطاهر بدوي، شكرا لكل الناس اللي وقفت معاي، شكرا للناس اللي مدوني بالوثائق، شكرا لآل المرغني، وشكرا لآل المجازيب، وشكرا لكل المجتمعات والكيانات البجانية بمختلف الأعراق والقبائل، وشكر موصول لكل من شارك وساهم في هذا الموضوع. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى وسلسلة أحداث وتاريخ وآثار عبر الزمان طمست أو كادت أن تطمس بجهلنا وبتغافلنا وبالابتعاد عنها. لن ننسى تاريخنا، حنقيف فيه وحنتابعه لحظة بلحظة، وحنؤرخ ونوثق لتاريخنا، وما حنخلي زول يسرق مننا إرثنا وحضارتنا، وحنتجاوب مع كل القوميات والهيئات والمراسلات، وحنكون كلنا أسرة واحدة مهما اختلفت لغاتنا ومهما اختلفت ألواننا ومهما كان قدومنا من أي موطن. لكن ما دمنا في خارطة السودان، ما دمنا نشرب من نيله ونتنفس هواءه ونسكن تحت أرضه وفوق سمائه، سنكون سودانيين خالصين الهوى والوجدان، لن نتنازع في أي شبر بل سنحافظ عليه، لنكون إخوة، لنعيش في مجتمع يحافظ على سودانيتنا، لنحافظ على إرثنا وحضارتنا وثقافتنا. سوداننا راجين كثير، وإن شاء الله تعالى بالخير حننعم ونلقاه وفير. إلى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته. ما تنسوا الاشتراك في قناتي في اليوتيوب وصفحتي في الفيسبوك. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم.